الثاني وكسبت قضايا من مركز التسويه والتحكيم. انت لم تكسب اي قضيه في مركز التسويه والتحكيم، واذا كنت بتعتبر قضيه استبعاد هاني العتال من الانتخابات مكسب، فخلي بالك هذا المكسب زال عندما عاد هاني العتال، هي القضيه الوحيده. وعندما تاكدت المحكمه من الاوراق التي قدمها هاني العتال عكس المستندات المضروبه اللي انت قدمتها، حكمت له بالعوده قبل الانتخابات بساعات. حتى انت الصوره اللي بتستشهد بيها، وانا مش عايز اعرضها، اللي برفعها انا وهاني العتال وبتستشهد بيها في الفيديو بتاعك الاخير، ان اللجنه الاولمبيه بتبعت لنا القرارات قبل ما تعلنها، على فكره الصورة دي متصورة بعد صدور قرار لمحكمة التسوية والتحكيم بعودة هاني العتال بخمس ساعات، وكان لازم تطبع الصيغة التنفيذية للحكم، لان طلعت الساعة 12 واحدة بالليل والانتخابات كانت الساعة 8 الصبح، وده السبب اللي خلى الصيغة خرجت مستعجلة، وعشان كده انا انفردت بيها في كرة بلدنا. يعني حتى انت بتمرر للناس الباطل وبتمرر للناس الغلط، يعني لا يمكن ان الحق يضيع مهما كان. النهاردة القضية دي بتثبت لكم صحة كلامي، بتثبت لكم ان انا على صواب. انا ارى لكم التفاصيل. اقام رئيس نادي الزمالك دعوة الغاء ضد القرار السلبي على حد وصفه بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية الاخيرة ضد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة. الغريب والمفاجئ ان دعوى رئيس الزمالك تضمنت اتهام وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالجيزة بالاستيلاء على نصف مليون جنيه مقابل المعاونة في تسجيل الاسماء للاعضاء بالجمعية العمومية، بالاضافة الى الضغط عليه لسداد المبلغ والميل الى محاباة كل من ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق وهاني العتال نائب رئيس النادي الحالي واحمد سليمان الذي كان مرشحا ضده في على رئاسة نادي الزمالك. والدعوى مؤجلة امام محكمة مجلس الدولة وتحدد لها جلسة الاحد المقبل. يعني عشان تعرفوا ان انا حتى لما جيت دفعت عن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة كنت بدافع وواثق ان الراجل انتفض ورفض يعتمد جمعية عمومية باطلة. النهاردة بيتهموا باهدار نص مليون جنيه، وبيتهموا بمحاباة هاني العتال، وهو ما يعرفوش على فكرة، لسه الراجل ماسك جديد ولا حد فينا يعرفه، وبيتهموا بمحاباة ممدوح عباس واحمد سليمان. اي اتهامات بزور وبهتان، لا يمكن كده. يعني انا عجبني مشهد للعظيم عادل ادهم في تألق عندما تبحث عن الحق ولا تجده، عندما يكون الزور هو عنوان حتى في القضايا المرفوعة. دون ان اوجه هذا الفيديو الى احد، عجبني جدا، عجبني جدا والله. خلي بالك مهما صور هذا المشهد الحق بانه ضعيف، الا ان معانيه قوية وقوية للغاية، لان الزور مهما كان هو واللي حواليه مسيطر على الاوضاع وبيحاول ان ينال من الكل.